عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ما تنساش نعمل لايك نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. والنهارده خبرنا ومعانا ايه، مين هي اللي فازت بملكه جمال الجزائر؟ نشوف مين هي اللي فازت بلقب ملكه جمال الجزائر واتكلمت وقالت ايه عن المسابقه. متسابقة بنها إبراهيم هند من ولاية سيرت متحصلة على لقب ملك وملك ملكة جمال نجمة الجزائر، حيث كانت المسابقة تعتمد على معايير أخلاقية وسلوكية في المدة التربصية التي أقيمت في الفندق.